دكتور، الله يعافيك يا نور. دكتور بدي أسألك سؤال. هلا الأنتي بايوتيك مش المفروض إنه هو بيشتغل على التارجت اللي هو البكتيريا، نعم، فهو مثل شوي هلا الانتي بايوتكس، انت يعني هلا اذا بدي اصححك في الجمله، الانتي بايوتكس مش بس بيشتغل على بكتيريا، بيشتغل على كل المايكرو يعني انتي بايوتكس ممكن يشتغل على الفطريات، على البكتيريا، على الطفيليات، على تمام، بس البيروس. على جسم الإنسان صح؟ صح، تمام. هلأ كيف إحنا ممكن نعطيك وقاية؟ كيف نعطيك وقاية؟ تمام. أنا كيف أعطي وقاية؟ أنا جسمي ما فيه بكتيريا، جسمي فيه عندي مشكلة، مثلا أنا مريض، أنا في عندي نقص في المناعة، عندي نقص في المناعة، جسمي هلأ ما فيه بكتيريا، بس أنا خايف إن البكتيريا تدخل على جسمي وتسوي لي التهاب، فأنا شو بسوي؟ باخذ الدواء. الدواء وين بيكون؟ موجود في جسمي. الدواء اللي موجود في جسمي عم بستنى، لو اجت البكتيريا، اول ما بتيجي البكتيريا راح تلاقي الدواء راح يهجم عليها وراح يقتلها. فصحيح انه جسمي هلا ما فيه بكتيريا، فانا عم باخذ الدواء عم بدخل جوا جسمي، اوكي، عم بستنى، لو اجت البكتيريا، اول ما بتيجي البكتيريا راح تلاقي الدواء، فالدواء راح يتخلص منها، فبالتالي انا مش راح يصير في عندي انفكشن. جاوبتك على سؤالك نور؟ هلا دكتور، أنا كنت أشوف إنه بيعطوا أحيانا البكتيريا النافعة مشان يرفعوا المناعة. تمام. هلا المضاد الحيوي لما الواحد يعطيه المفروض إنه هو إلا ما يأثر على البكتيريا النافعة، فهو هيك المفروض بينزل المناعة إذا ما إله داعي. يعني ليه مثلا ما أستنى أنا بداية أعراض إنه مثلا في التهاب بكتيري بعدين أصرفه، مش أحسن؟ تمام. شوفي هلا، اوكي، مين الناس اللي بنعطيهم بروفيلاكسز؟ هلا شوي، هلا البكتيريا النافعه والبروفيلاكسز، اوكي، بدي احكي عن الموضوعين. شو علاقه البكتيريا النافعه بالمناعه؟ هلا البكتيريا النافعه احنا بحاجه لها مش عشان مناعه بالدرجه الاساسيه، قد ما هي انه البكتيريا النافعه بتحمينا من البكتيريا الضاره. ايوه، يعني اوكي، من جهه ثانيه، خلينا نحكي، سيره انفتحت عن البكتيريا النافعه. تفضل. النساء يلي بنولدوا قيصري، اوكي، وجدوا انه بشكل عام انه اطفالهم بيكون في عندهم مشكله في شرب الحليب اكثر من النساء يلي بنولدوا بولاده طبيعيه. ليش؟ النساء اللي بنولدوا بولاده طبيعيه، المولود بيطلع من خلال الفاجينال، من خلال الفاجين، فبيطلع برا، هو بيطلع برا، الام الحامل اخر شهور بتركز في بكتيريا اسمها اللاكتوباسيلاي. هاي اللاكتوباسيلاي، سبحان الله، يعني هاي خلقه رب العالمين. خلينا نحكي عن البكتيريا النافعه، هاي اللاكتوباسيلاي هاي بتتركز وين؟ بتتركز في منطقه الفاجينا، في الام الحامل في اخر الشهور. شو اللي بصير لما الجنين وهي بتخلف والجنين هو بيطلع، هاي البكتيريا النافعه بتنتقل الى فم الجنين، هو طالع بالولاده الطبيعيه فبتدخل جوا، فلما بيشرب حليب هاي اللاكتوباسيلاي بتلعب دور في عمليه تكسير الحليب، عمليه الهضم، خلينا نحكي هضم الحليب والاستفاده منه. لاحظوا انه الحديثين الولاده اللي بينولدوا قيصري، قيصري معناته بيفتحوا البطن من فوق وبيطلعوا الجنين، فما بيمر من خلال الفاجينال اوبننج، فتعرض النيو بورن للاكتوباسيلاي بيكون معدوم. اللاكتوباسيلاي از فيري امبورتنت في عمليه الدايجستنز للملك، فلهذا السبب انه بتكون الاولاد اللي انولدوا في القيصري بيكون عندهم مشاكل في شرب الحليب. هاي ما لها علاقه في المناعه، فهذا اللي بدي اوصل لك اياه، ان البكتيريا النافعه مش شغله لها علاقه بالمناعه، في المناعه دائما يعني. فهلا من في البرازيل، شفت انا برنامج جابوه على الجزيره الوثائقيه في البرازيل، شو بيسووا؟ الام اللي بتنولد قيصري
بياخذوا قبل ما تنوت بياخذوا زي السواب يعني زي القطنة وبمسحوا الفاجينا، بمسحوا الفاجينا تبعت الأم الحامل أو عم بتخلف، بتكون مليانة شو بتكون مليانة لاكتوباسيلاي. فأول ما بمسكوا المولود من بعد الولادة القيصرية بيعصروا من هاي القطنة أو بحطوها بمسحوها على تم الجنين. ليش؟ عشان ينقلوا البكتيريا النافعة لجسمه. هلا بالنسبة للبكتيريا اللاكتوباسيلاي اللي هي وين بتكون موجودة؟ ما بتكون موجودة في الدم، ما بتكون موجودة في الكبد، هاي اللاكتوباسيلاي بتكون موجود داخل تجويف الجي اي تراكت. اوكي، حتى بتلاحظي ان مثلا هاي اللاكتوباسيلاي البكتيريا النافعه هاي موجوده في الصيدليه، موجوده في الصيدليه على شكل شربات يعني قطرات للاطفال الصغار، موجوده على شكل كمان كبسول وات ايفر. هلا بالنسبه للصغار كمان لما المولود لما بعد ما بنولد بيكون في عنده مشاكل في شرب الحليب، بشرب الحليب بنتفخ كثير، بروح عند الطبيب بكتب له بكتيريا نافعه بتاح. هاي البكتيريا النافعة شو بتسوي؟ بتسهل من هضم الحليب. فهي ما لها علاقة في المناعة. فأنا هذا بدي أوصل لنقطة إنه في عندنا اعتقاد البكتيريا النافعة لها علاقة في المناعة. البكتيريا النافعة زي ما درسنا في الميكروبيولوجي بتساعدنا إحنا، بتساعدنا لحياتنا اليومية، مثلا بتساعدنا في شرب الحليب. والأهم من هذا إنها بتمنع نمو البكتيريا الضارة. أوكي، فهاي هي فئة البكتيريا النافع. البكتيريا النافع وين موجودة؟ موجودة على الجلد، موجود داخل التجويف الجي اي تراك من اول التوم لحتى موجود في الاستومك وفي الانتستين. الان نور، انا اخذت وقت اكثر في الإجابة، لكن السؤال حلو. في عملية محمد، في ريشيو بين البينيفيتس والريسكس، بنفيتس والريسك. إجاني واحد مناعته نازلة، احتمال يموت، مش يموت بسبب، هلأ الناس مناعتهم نازلة مرضى الإيدز ما بيموتوا لأنه مناعتهم نازلة، بيموتوا بسبب مضاعفات مناعتهم النازلة. كيف يعني؟ يعني مناعته نزلت، الوايت بلد سيلز نزلت، مش راح يموت لأنه الوايت بلد سيل نزل، لا، راح يموت لأنه إجت بكتيريا وإجت فطريات هاجمت على جسمه وخلت يموت. وعلى فكرة أكثر الناس بيموت بسبب نقص المناعة، بيموت بسبب مضاعفات نقص المناعة. طيب يا نور، ما بيجيني واحد معاه مرض إيدز أو واحد معاه مرض سرطان ومناعته كتير نازلة، إذا إجاله إنفكشن احتمال يكون قاتل أو احتمال يضر كتير، وإذا أعطيته بروفيلاكس زي ما تفضلت احتمال إنه أقتل النورمال فلور. من هاي النورمال فلور؟ النورمال فلورا اللي انا بخاف منها موجوده في الجي اي تراكت، اللي بتسوي له السكندري انفكشن. يعني لو قتلت له اياها خطوره انه اقتل له اياها بتضل اقل من خطوره انه يجي له انفكشن على الدم، يسوي له سبتيسيميا، تيجي له انفكشن على العين. وصاد قدامي واحد كان مصاب بالسرطان، جات له انفكشن على العين فيروس وخلاه ينامي. طيب هذا بسبب انه كان في سوء في التخطيط، اعطوه بروفيلاكسز حتى بعد ما انصاب. اول شيء بلشوا يعطوه الادويه، بس كان الانفكشن كان شغال وضره بعينه مزبوط، بطل يشوف بسبب الانفكشن. فاحيانا الوقايه بتكون نتيجتها احسن من العلاج. فهي بتضلها بينيفيتس على ريشيو بتوين بينيفيتس وريسكس. انا معك، هلا احنا بنعطي للواحد بروفيلاكسز، والبروفيلاكسز زي الامبريك، يعني انه لازم يكون وايد سبيكترم. على فكره انتوا سامعين صوتي، انا حاسس ان الصوت عم بيقطع عندي. انت صوتي واضح او صورتي عم بتقطع؟ واضح دكتور. تمام. فمره ثانيه نور، انت كلامك صح، ممكن تقتل النورمال فلورا، بس في المقابل الاميونو كومبرومايزد بيشنت، هذول الناس اذا اجت لهم انفكشن هذا الانفكشن ممكن يكون سيفير. فوين البنفيتس؟ اني لا، اني اعطيهم بروفيلاكسس احميهم من هذا السيفير انفكشن، وحتى لو صار عندهم سكندري انفكشن هذا بسبب النورمال فلورا، المانجمنت تبعه اسهل مما انه يصير معه البرايمري سيفير انفكشن. انا هيك اعتقادي. هل جاوبتك على سؤالك؟
جواب الدكتور يعني هلأ بس المناعتهم نازلة يفضل إنه نعطيهم إياها، يعني شخص صح. عادي لا يفضل يأخذها. طبعا صح. يعني مثلا يعني مين كمان، مثلا انا من الناس اللي في كوفيد 19، هلا كوفيد 19 بيعطوا الازيثروماسين، نحكي عنه ان شاء الله اليوم، بيعطوه كمناعه، عفوا كبروفيلاكسس، على فكره بيعطوه لكوفيد 19، بيعطوه كبروفيلاكسس انه المريض اللي عنده كوفيد 19 ما في عنده بكتيريال انفكشن، لكن بخاف انه يصير في عنده بكتيريال انفكشن بالرئه بسبب انه الفايرال انفكشن، شوفوا بسبب انه الفايرال انفكشن قد يؤدي عند بعض الناس وليس عند كل الناس، قد يؤدي عند بعض الناس لحدوث الفايرال انفكشن، قد يؤدي انه ينزل المناعه، فلما بتنزل المناعه في الرئه اكثر هذا راح يسمح للاوبورشنستك بكتيريا اللي موجوده في الرئه انها تسوي سكندري بكتيريال انفكشن، فعشان هيك بنعطيه الازيثرومايسين. بعض الناس لو صارت عندهم، بالذات الناس اللي في عندهم مشاكل في الرئه، هذه هي لو صارت عندهم راح تصير، راح تكون المشكله كثير سيفير وقد تؤدي لمضاعفات احنا ما بدنا اياها، فعشان هيك بعطوه از بروفيلاكسز. مثلا هاي الحاله مش بس ناس عندهم مناعه، كمان حسب الحاله. هلا كمان نور فتحت موضوع البروفيلاكسز، الناس اللي في عندهم مرض الأزمة والسي او بي دي، هدول انا بخاف يصير في عندهم الأزمة اتاك، اوكي، خاصه في مواسم معينه زي مواسم الشتاء والخريف، فما تستغرب في الجايد لاينز لما تروحوا ماده الثيرابيوتكس يصير بيعطوهم، يعني بهاي المواسم بصير بيعطوهم بروفيلاكسز. ليش؟ لانه هذا مريض الازمه لو صار له بكتيريال انفكشن، شو راح يسوي البكتيريال انفكشن؟ راح يسوي برونكو كونستريكشن، فحالته راح تصير سيئه جدا. ففي ناس معينين اوكي انا ما بدي حالته تصير سيئه، اوكي، لانه حالته صارت سيئه ممكن يموت، فبضطر اعطيه البروفيلاكسز احميه. هلا معك انا مليون في الميه، هذا البروفيلاكسز مش معناته مي، هذا له مضار، بيقتل النورمال فلورا، ممكن يسوي مشاكل على الليبر، ممكن يسوي مشاكل، حشوف الادويه قدام شوي، مشاكل في الدم، شفنا في السابق مشاكل في الدم، حشوف كمان شوي مشاكل في البون مارو، في الكيدني، في الليبر. فهي بالنهايه بتعتمد على الكيس، بتعتمد على البنفيتس والريسكس. في حاله الازمه والسي او بي دي لو صار له بكتيريال انفكشن المريض كثير راح يتاذى، كثير 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 يتاذى وممكن يموت منها. لو ما صار له بكتيريال انفكشن اعطيته بروفيلاكسز وما صار له بكتيريال انفكشن انا حميته من السيفير كومبليكيشن اوف ذا ازما والسي او بي دي، حتى لو صار معه سكندري انفكشن حل السكندري انفكشن اسهل. جاوبتك على سؤالك نور؟ جاوبني دكتور، يسلم. بدك الله يسلمك. طيب خلينا نبدا بمحاضره اليوم. طب في سؤال، اي سؤال ثاني؟ اذا ما في اسئله بدنا نكمل بمحاضره اليوم عن البروتين سينثيسيس انهيبيتورز. حكينا بالمحاضره السابقه عن الكلورامفينيكول، بدي انا اطفي الفيديو لانه حاسس انه ممكن يسوي ثقل. ستوب فيديو، اوكي، ليش راح من غير فيديو. حكينا في المحاضره السابقه عن الكلورامفينيكول كاول دواء من البروتين سينثيسيس انهيبيتورز. في مجموعة اللي هي قدامنا، هاي المجموعة it is very important group of antibacterial drugs. ليش؟ لأنه بالguidelines، مثلا في الguidelines راح تشوفوها إنهم هم هدول الماكرولايدز هم the first choice as empiric therapy for treatment of pneumonia. هتشوفهم بالguidelines التريتمنت وحتى البروفيلاكسز. يعني كمان على سيرة السؤال اللي حكى سألة نور، إنه إن واحد بده، واحد عنده COPD يعني chronic obstructive pulmonary disease وفي عنده أزمة وبده ياخد دواء بروفيلاكسز حماية لأنه لو صار عنده الأزمة ممكن تكون عنده سيفير، فمين هم الـ first choice يعطوهم كبروفيلاكسز للمريض اللي في من خاف يصير في عنده asthmatic attack أو complication of COPD؟ هم الماكرولايدز، هدول هم الماكرولايدز.
وهلأ في الكوفيد 19 كمان بنعطي لمرضى الكوفيد 19 واحد من أنواع الماكرولايد اللي هو الأزيثروميسين as prophylaxis to prevent secondary bacterial infection. فخليني أتعرف على دول الماكرولايد. هاي المحاضرة مهمة، مش شرط مهمة للامتحان قد ما هي مهمة لحياتنا العملية إن شاء الله. الكتاب حاكي يعني مركز على ثلاث أمثلة، وبو في أكثر من هيك من الماكرولايد، بس بدنا نركز على الأمثلة اللي إحنا مطالبين فيها على الأقل في الكتاب أو على الأقل في الامتحان. هم كمان هدول الأمثلة دي أر كوملي يوزد في الصيدلية. نأخذ أول واحد، هذا هو الشكل التجاري تبعه، اسمه التجاري إريثرودار، نسبة إلى الإريثرومايسين إريثرودار، الاسم العلمي إريثرومايسين ودار نسبة إلى شكل دار الدواء. هاي من الشركة اللي معروفة هون في الأردن، دار الدواء فون إريثرومايسين، هذا بتشوفوه بالصيدلية. هذا الإريثرومايسين كدواء بشكل عام مقارنة مع غيره رخيص، يعني سعر العلبة دينارين ونصف تقريبا. الإريثرومايسين فيه شغلة مش حلوة، شو هي؟ إنه الفريكوانسي أوف أدمينستريشن تبعته عالية. إنه أنا بحكي للمريض اللي بده ياخد الإريثرومايسين بحكي له خد حبة كل 6 ساعات، يعني في اليوم بده ياخد 4 مرات كل 6 ساعات، كتير مزعج. المريض بنزعج لما بيكون الفريكوانسي أوف أدمينستريشن عالي. المريض بحب إنه ياخد الدواء مرة في اليوم، بالكتير مرتين في اليوم، ما بحب كل شوي يتذكر إنه في دواء بده ياخده. فهي من مشاكل الإريثرومايسين. في شغلة في الإريثرومايسين إذا بدنا نكبر الصورة مكتوب فيها film coated tablets، هذا هو الإريثرومايسين، film coated tablets، coated فيها coat، هذا الكوت حماية للدواء. هذا الكوتينج إحنا أخذناها بمادة الفارماسيتكس، الكوتينج حماية للدواء، أو ممكن عشان يسوي يتحكم في عملية الريليز of the drug من الكبسولة. هنا ليش إنه الإريثروميسين is coated حماية إلي، يحمي من إيش؟ الإريثروميسين فيه مشكلة كمان تانية، إنه لو كان موجود في acidic pH، acidic pH، acidic pH اللي هي pH الحامضية، وين موجود في الاستومك. الإريثروميسين الشكل الكيميائي تبعه ما بيستحمل اللو pH، فالإريثروميسين إذا نزل على الاستومك تبعتنا اللي هي pH تبعتها قليلة اللي هي حامضية، هذا رح يؤدي إلى تكسر الإريثروميسين. والإريثروميسين إذا تكسر معناته لما يوصل للدم رح يوصل بالدم في الحالة المكسرة، هي الحالة الإنأكتيف فورم، فبالتالي جسمنا ما رح يستفيد منه. فليش صار له كوتينج؟ هاي الكوت علشان تحمي الإريثروميسين من اللو pH أو الميديا الحامضية الأسيديك ميديا. وبعدين لما الحبة لما تنزل للإنتستين، هذا الكوت من خلال معلوماتنا بالفارموسيتكس، هذا الكوت at basic pH بتحلل، فبالتالي رح يصير release للإريثروميسين في الإنتستين، فبالتالي رح يصير له absorption، فبالتالي الإريثروميسين رح يوصل للبلد in the active form، فرح يوصل للsite of infection ويعالجنا الإنفكشن. هذا بالنسبة للإريثروميسين، في معلومات عنه، هذا موجود في الصيدلية. كمان ممكن نشوفه كمان في بعض الناس بتاخده لحب الشباب ممكن، لكنه مش كتير شائع. ننتقل للدواء التالي من الماكرولايد، وهذا الدواء كتير مشهور، الاسم التجاري تبعه كلاسيد، يعني هو اسم تجاري، في أكثر من اسم تجاري. الاسم العلمي تبعه كلاريثروميسين، كلاريثروميسين. هذا الدواء كتير موجود، اللي بيشتغلوا يتدربوا بالصيدليات رح يلاحظوا إنه هذا الكلاريثروميسين بنصرف كتير للناس اللي في عندهم نمونيا، عندهم التهابات في القصبات، يعني في التهاب في الرئة، في التهابات في القصبات الهوائية. هذا الكلاريثروميسين بيجي منه two formulation، يعني إما بيجي على بس عيار 500 ميلي جرام هيك، أو بيجي بيكون مكتوب XL. ال XL بنعطى مرة واحدة باليوم، يعني هو sustain release، أو بيجي على عيار 500 ميلي جرام زي هيك. هاي 500 ميلي جرام بنعطى حبة مرتين في اليوم، حبة صباحا وحبة مساء، حبة مرتين في اليوم بعد الأكل. دير بالكم هاي الأدوية الماكرولايدز، يعني هذا الأكل الإريثروميسين والكلاريثروميسين بنعطوا بعد الأكل، بنعطوا بعد الأكل، تمام. هذا الكلاريثروميسين إحنا في الصيدلية رح نشوف استخدامه أكتر شيء في النمونيا، أكتر شيء
وين كمان ممكن نشوف الاستخدامات الثانيه؟ الناس اللي في عندهم اتش بايلوري، الناس اللي في عندهم مشاكل في الجي اي تراكت، اللي عندهم انفكشن في الجي اي تراكت، اللي في عندهم السر او ايروجن في الجي اي تراكت كوزد باي الاتش بايلوري. شو الاتش بايلوري؟ هي هيليكوباكتر بايلوري، هاي البكتيريا اللي هي جرام بوزيتيف ان ايروبيك بكتيريا يلي بتسبب الالسر، والالسر قد يسبب السرطان فيما بعد في الجي اي تراكت. فالكلاريثروميسين نشوف استخدامهم اكثر استخدامين في احنا بالصيدله في النمونيا في الكلاريثروميسين. الحلو في مقارنه مع الاريثروميسين نقارن بالفريكوانسي اوف ادمنستريشن. الكلاريثروميسين بنعطى مرتين في اليوم، بينما الاريثروميسين بنعطى 4 مرات في اليوم. فلهذا السبب احنا بنفضل نستخدم الكلاريثروميسين على الاستخدام الاريثروميسين، لانه المريض بيستجيب، مش بيستجيب او بيلتزم فيه اكثر الكلاريثروميسين، لانه حبه مرتين في اليوم غير لما تقول حبه 4 مرات في اليوم. هذا هو الكلاريثروميسين. والشغله الثانيه انه الكلاريثروميسين ما في داعي يكون كوتد، ما في داعي يكون كوتد. ليش؟ لانه الكلاريثروميسين از ستيبل ات لو بي اتش. يعني الكلاريثروميسين لما بيروح على الاسيدك بي اتش اللي موجوده في الاستومك ما راح يتكسر، فبالتالي ما في داعي انه نسوي له كوتينج، يعني ما راح يتكسر، فراح يصير له ابسوربشن ويوصل للدم ان ذا اكتيف فورم. هذا هو بالنسبه للكلاريثروميسين. روح للدواء الثالث هو الازيثروميسين. هذا الازيثروميسين موجود عندنا في الصيدليه. الازيثروميسين في اشياء بتميز فيه انه كالتالي، انه الدوز تبعته كم مره بنعطيه في اليوم؟ نعطيه مره واحده في اليوم. حلو هاي، نعطيه مره واحده في اليوم. وبعدين مثلا الكلاريثروميسين والاريثروميسين نعطيهم على الاقل 5 ايام. الازيثروميسين ممكن نعطيه 3 ايام، وممكن نوصل لهم لخمسة ايام حسب، بس ممكن نعطيهم 3 ايام، يعني مره واحده يوميا لمده 3 ايام. هذا إشي المريض كتير بيحبه، يعني بخلص من الدواء خلال 3 أيام، اليوم أخذت حبة، بكرة أخذت حبة، وبعد بكرة أخذت حبة، هيك بكون خلصت الكورس، وباخذ حبة واحدة في اليوم. فالالتزام المرضى للأزيثروميسين بيكون عالي، فهي شغلة كتير مميزة. بس هلا keep in your mind، الأزيثروميسين عادة بنعطى قبل الأكل، لأنه وجدوا، يعني هاي يفضل ينعطى قبل الأكل، لأنه وجدوا انه الابسوربشن تبعه بتاثر بالاكل، يعني بيقل في الاكل، فعاده بنعطى قبل الاكل هو الازيثروميسين. انا بعرف في ناس بيعطوه بعد الاكل، بس هو يفضل علميا انه ينعطى قبل الاكل، لانه الابسوربشن تبعه بتاثر في الاكل. فالفرق بين الازيثروميسين وبينهم انه من حيث الفريكوانسي اوف ادمنستريشن بنعطى مره واحده في اليوم، ونفضل نعطيه على معده فاضيه اذا استحمله، بنفضل نعطيه على معده فاضيه اذا بيستحمله المريض هو الازيثروميسين. وفي هون السؤال، هنا ليش الفريكوانسي اوف ادمنستريشن تبعه قليل؟ يعني ليش مره واحده في اليوم؟ يعني الازيثروميسين مره واحده في اليوم، الكلاريثروميسين مرتين في اليوم، الاثروميسين 4 مرات في اليوم. هذا ان دل على شيء فانما يدل على انه الاليمينيشن هاف لايف، الاليمينيشن هاف لايف للازيثروميسين اعلى من الكلاريثروميسين واعلى من الاريثروميسين. فأعلى إليمينيشن هاف لايف فيهم كلياتهم مين هو؟ الأزيثروميسين. هذا الأزيثروميسين الإليمينيشن تبعته هاف لايف تبعته عالي، يعني بيضل في الجسم لفترات أطول. عشان هيك بما أنه بيضل في الجسم لفترات أطول، فما في داعي أخذه كل 6 ساعات، لأنه بعد 6 ساعات الأزيثروميسين لساته موجود في جسمي بكميات كبيرة، حتى بعد 12 ساعة ما في داعي أخذ حبة تانية، لأنه الأزيثروميسين موجود في جسمي بكميات كبيرة. يعني ممكن كل 24 ساعة حتى تقل كميته وأخذ الحبة اللي بعديها. وفي شغلة بدي أحكي لكم إياها، صح أنا حكيت أن أزيثروميسين بكفي أني أخذه لمدة 3 أيام، أخذته اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، اليوم الرابع أنا ما أخذته، واليوم الخامس ما أخذته، واليوم السادس ما أخذته، واليوم السابع ما أخذته. لو أجيت اليوم السابع للمريض وأخذت عينة الدم منه، تخيلوا أخذت عينة الدم منه، رح ألاحظ إنه الأزيثروميسين لساته موجود في دمه، مع إنه المريض له 4 أيام مش ماخده. هذا إن دل على شيء فإنما يدل إنه الأزيثروميسين موجود في جسمي لفترات طويلة. السؤال هنا، لماذا إنه الأزيثروميسين
إله long duration half-life. ليش الأزيثروميسين بيضل في جسمي لفترات أطول؟ لما نرجع لمعلوماتنا بالفارماكوكاينتيك، شو في عوامل بتأثر بتخلي إن الإليمينيشن half-life طويلة؟ في عندي عوامل، في عندي مثلاً إنه الفوليوم أوف ديستريبيوشن للدواء عالي، في عندي إنه الميتابوليزم تبعه قليل، في عندي إنه الإليمينيشن تبعه في الكيدني كمان قليل، في عندي أكثر من عامل. العامل تبع الأزيثروميسين اللي هو مخلي إله long duration half-life أو إله long T half-life إنه الفوليوم أوف ديستريبيوشن تبعت الأزيثروميسين تبعته عالية. مرة تانية، الفوليوم أوف ديستريبيوشن أوف ذا أزيثروميسين عالي. شو معنى الفوليوم أوف ديستريبيوشن الأزيثروميسين عالي؟ يعني الأزيثروميسين بيروح للدم، ومن الدم بيروح للإكسترا سيلولر فلويد، ومن الإكسترا سيلولر فلويد بيروح للإنترا سيلولر فلويد. الإشي الحلو بالأزيثروميسين إنه بتركز في الاكسترنال، يعني في الاورجانز، يعني بيطلع برا الدم وبيروح بالتشو جوات التشو، وبيروح لاماكن صعب المضادات الحيويه انها توصلها. مين اللي بحكي عن الازيثروميسين؟ لانه الفوليوم، يعني بنحكي الدواء الفوليوم اوف ديستريبيوشن تبعته عالي جدا. معظم الازيثروميسين مش موجود في الدم. وين بيكون موجود؟ موجود في الاعضاء، موجود في اللنج، موجود في الاعضاء الثانيه. فهذا السبب الان هون رح يترتب عليك التالي. الأطباء أحياناً بفضلوا يستخدموا الأزيثروميسين على الكلاريثروميسين على الأريثروميسين أحياناً بفضلوا، وإذا بتسألهم رح يجاوبوك، رح يجاوبوكم الجواب اللي أحكي لكم إياه في النومونيا. وأكبر دليل الآن في الكوفيد 19، مع أنه نظرياً ممكن يستخدم الكلاريثروميسين كوقاية، لكن بفضلوا يستخدموا الأزيثروميسين. شو بحكي لكم؟ بحكي لكم الأزيثروميسين بتركز الديستريبيوشن تبعه بتركز في الرئه بكميه اكثر. يعني الازيثروميسين لانه الفوليوم اوف ديستريبيوشن تبعته اعلى من الكلاريثروميسين واعلى من الاريثروميسين، بيروح على الرئه، بيطلع من الدم وبيروح للرئه بكميه كبيره، فبدخل جوات الرئه، فبيكون تركيزه في الرئه بيكون عالي. لو صار عند المريض نقص في المناعه تبعته بسبب الفيرال كورونا انفيكشن او كوفيد 19 انفيكشن، ونزلت المناعه عنده، وجدت البكتيريا بلشت تهاجم الرئة، مين مستنيها؟ مستنيها الأزيثروميسين اللي موجود في تركيز عالية، فبمنع السكندري بكتيريا الانفكشن. عشان هيك بيحبوا الأزيثروميسين لأنه بتركز في الأورغانز زي باللنك، وكمان وين بتركز؟ بتركز بالسيكشوال أورغانز اللي موجودة عند الرجل، بتركز في التستس والخصة وفي البروستات. لهذا السبب ما تستغربوا إنه الأزيثروميسين من الأدوية التي تستخدم في علاج السكشوال ترانسميتد ديزيز بالذات عند الرجال. السكشوال ترانسميتد ديزيز بالذات عند الرجال. وشو السبب إنه بيحبوا الأزيثروميسين؟ إنه الفوليوم أوف ديستريبيوشن تبعته عالي، فبيقدر يوصل لهذيك الأماكن اللي مش كل الأدوية بوصل لها. هلا ممكن مر معنا الأموكسيسيلين ممكن يوصل، لكن الأزيثروميسين بوصل بشكل أكثر. كل هذا بسبب إنه الفوليوم أوف ديستريبيوشن الأزيثروميسين عالي، ولأنه الأزيثروميسين له لارج فوليوم أوف ديستريبيوشن، هذا أدى إنه الإليمينيشن تبعت الأزيثروميسين بطيء، وهذا أدى إنه الإليمينيشن هاف لايف للأزيثروميسين عالي، له لونج ديوريشن هاف لايف. هالشغلات اللي بحكي لكم إياهم اللي أتوقع حتشوفوها بالصيدليات. إيش في كمان بدنا نعرف عن هدول الأدوية؟ نرجع لموضوع. طب أنت هلا حكيت لنا قبل شوي إنه الكلاريثروميسين هذا الكلاسيد مستخدمه كتير في علاج الـ H. pylori. طب ليش الأزيثروميسين ما بنشوفه كتير في علاج الـ H. pylori ولا الإريثروميسين؟ مرة تانية، هلا في هون في نقطة ممكن إحنا نشوفها، إنه الأطباء وإحنا حتى في الجايدلاينز في الأجندة بنشوف إنه في علاج الـ H. pylori بيركزوا على الكلاريثروميسين أكثر من إنهم بيركزوا على الأزيثروميسين، وأكثر من إنهم بيركزوا على الإريثروميسين. ليش؟ صارت دراسة مقارنة بين هدول الثلاثة ضد الـ H. pylori. هاي الـ H. pylori موجودة قدامهم، وسلطوا عليهم الأزيثروميسين، سلطوا عليهم الكلاريثروميسين، سلطوا على الـ H. pylori الأريثروميسين، ولاحظوا كالتالي، لاحظوا مقارنة فيهم
إنه أكتر واحد فيهم potent, the most potent macrolides against the H. pylori مين كان؟ الكلاريترومايسين. شو مال هاي المعلومة؟ بدنا نوقف عندها نفسرها تفسير صح. بحكي لك الموست بوتنت مش معناته هو الموست افكتيف. هاي معلومة أخذناها بأدوية واحد بدي أكد عليها لأنها كتير ناس تنساها. لما نحكي الموست بوتنت معناته الأدوية الثلاثة دي ار افكتيف, يعني الأزيثروميسين بيشتغل ضد الاتش بالوري, والإريثروميسين بيشتغل ضد الاتش بالوري, والكلاريثروميسين بيشتغل ضد الاتش بالوري, لكن الكلاريثروميسين is the most potent among them. يعني الجرعات اللي بحتاجها من الكلاريثروميسين ضد الاتش بالوري أقل من الجرعات اللي بحتاجها من الأزيثروميسين, أقل من الجرعات اللي بحتاجها من الإريثروميسين. فلأنه الكلاريثروميسين is the most potent macrolide against the اتش بالوري عشان هيك بستخدمه. لكن علميا نظريا هل الأزيثروميسين ممكن يقتل الاتش بالوري؟ نعم. هل الإريثروميسين عنده أكتيفيتي ضد الإتش بالوري؟ نعم. لكن ليش نستخدم الموست كومن كلاريثروميسين أكثر من الإريثروميسين وأكثر من الأزيثروميسين؟ وذلك لأنه هو أكثر بوتنت. طب أنا ليش بحب الدواء المور بوتنت؟ المور بوتنت دراج it means إن أنا بحتاج جرعات أقل منه, فهذا معناته إنه الدواء بحتاج منه جرعات أقل عشان يعطيني ريسبونس, هذا الدواء احتمالية الريسك أوف توكسيسيتي تبعته أقل. هناك أنا بفضل أستخدم الدواء البوتنت عشان أقلل من حدوث السايد إفكتس تبعته. تمام. إيش كمان لازم نعرف إن هدول الأدوية في معلومة هلأ إنه ليش هدول الأدوية هم الفيرست لاين إمبريك ثيرابي حتى كمان بروفيلاكسس إن تريتمنت إف أوف نومونيا. ليش؟ ليش مش الأموكسيسيلين؟ ليش مش السيفالوسبورينز؟ وين هدول الأدوية اللي درسناهم بالسيل وول سينتسيس إنهيبيتورز؟ وين راحوا؟ اللي درسناهم وحكينا عنهم كويسين وبقضوا على جرام بوزيتيف, هاي الأموكسيسيلين بقضي على جرام نيجاتيف, ليش هدول مش الفيرست تشويز؟ ليش الماكرولايد هو الفيرست تشويز؟ الجواب كالتالي: إمبريك ثيرابي بروفيلاكسيس بهمني الدواء يكون وايد سبيكترم, وبهمني الدواء يكون بغطي أكبر قدر ممكن من السبيكترم من البكتيريا الممرضة للرئة. حلو. مين هي البكتيريا الممرضة للرئة؟ ستريبتوكوكس نومونيا جرام بوزيتيف بكتيريا. طيب البنسيلينز والسيفالوسبورينز وحتى الكاربامينز دول بيشتغلوا على الستريبتوكوكس نومونيا. طيب شو في كمان عندي بكتيريا؟ هاموفيلس انفلونزا جرام بوزيتيف بكتيريا. طيب ما البنسيلين والسيفالوسبورين بيشتغلوا على الهاموفيلس انفلونزا. في عندي بكتيريا ثالث اسمها مايكوبلازما بكتيريا, مايكوبلازما نومونيا, عفوا مايكوبلازما نومونيا. شو هاي المايكوبلازما نومونيا؟ المايكوبلازما نومونيا هي اتيبيكال بكتيريا, يعني بكتيريا شكلها غريب, يعني اتيبيكال غير تقليدي. ليش غير تقليدي؟ لانها لا تحتوي على سيل وول. فالهاي الاتيبيكال بكتيريا اللي هي مايكوبلازما نومونيا هي من المسببات الأساسية, من المسببات الرئيسية للنومونيا عند المريض. من المسببات يعني بتيجي فيما بعد الستريبتوكوكس نومونيا اللي هي مايكوبلازما نومونيا. شو هاي؟ هاي بكتيريا لا تحتوي على سيل وول ومن المسببات الأساسية للنومونيا. شو معناته؟ معناته لو أنا إجاني مريض وبدي أبلش معه إمبريك ثيرابي أو بروفيلاكسس, معناته يمكن يكون عنده ستريبتوكوكس نومونيا, ويمكن يكون عنده هاموفيلس انفلونزا, ويمكن يكون في عنده مايكوبلازما نومونيا. إذا كان عند المريض مايكوبلازما نومونيا, هل بتعتقدوا إنه البنسيلين والسيفالوسبورينز أو السيل وول سينتسيز إنهيبيتورز اللي حكينا عنهم البانكومايسين وهدول, هل تتوقع إنه هدول عندهم القدرة إنهم يقتلوا أو إنهم يأثروا على المايكوبلازما نومونيا؟ حدا حابب يجاوب؟ حدا حابب يجاوب؟ لا دكتور ما بيأثروا عليه لأنه ما عندهم سيل وول. صحيح صحيح, شكرا. بس مين, بس عشان ما طلع لي اسمك, مين اسمك؟ شو اسمك؟ إيه رايا. رايا صح. رايا, إذا التارجت مش موجود الدواء علشان يشتغل بده تارجت. هدول الأدوية اللي حكينا عنهم بالشابتر الماضي, هدول الأدوية they are cell wall synthesis inhibitors, يعني بيشتغلوا على السيل وول, التارجت تبعهم سيل وول. المايكوبلازما نومونيا
لا تحتوي على سيل وول، معناته التارجت تبع البنسلين والسيفالوسبورينز والفانكومايسين مش موجود بالمايكوبلازما نمونيا. معناته بما ان التارجت مش موجود معناته هذول الادويه كلياتهم ما بيشتغلوا على المايكوبلازما نمونيا. بينما الماكرولايتس، بينما الكلورامفينيكول، بينما الادويه اللي هم بروتين سينثيسيس انهيبيتورز، البروتين سينثيسيس انهيبيتورز عندهم القدره انهم يشتغلوا على المايكوبلازما نمونيا. معناته النطاق تبعهم اشمل اوسع ضد مين؟ ضد البكتيريا اللي بتسبب النمونيا. معناته لهذا السبب انا بستخدم الماكرولايتس وبستخدم البروتين سينثيسيس انهيبيتورز از بروفيلاكسيس از امبيريك ثيرابي في النمونيا، لانه النطاق تبعهم يشمل المايكوبلازما نمونيا اللي هي من المسببات الاساسيه للنمونيا عند المرضى. وهذا السبب يعني اللي مره ثانيه. طيب انا عن جد احيانا بنسال، طيب دكتور في مرضى كوفيد 19 ما بصير نعطيهم اموكسيسيلين؟ بصير نعطيهم اموكسيسيلين، لكن الافضل الماكرولايتس والافضل فيهم الازيثروميسين. يعني ما اجت من فراغ يعني الماكرولايتس. ليش؟ لانهم انه لما اذا صار الكوفيد 19 عنده سكندري انفكشن، يمكن السكندري انفكشن يصير بسبب المايكوبلازما نمونيا. طب الاموكسيسيلين ما بيغطي المايكوبلازما نمونيا، لا خلينا نشتغل على المضمون الازيثروميسين. كمان هاي معلومه كثير مهمه. شو في كمان معلومات؟ الا ليش الكلاريثروميسين والاريثروميسين بنركز ان نعطيهم بعد الاكل؟ ليش 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 بعد الاكل؟ حتى الازيثروميسين في ناس ما بتستحمل احيانا، فاحنا معناته بنحكي له يفضل يتاخذ قبل الاكل، لكن اذا ما استحملته خده بعد الاكل. هيك احنا بنحكي في الصيدليه. فليش اللي يعني انا الناس اللي بتاخذ الكلاريثروميسين والاريثروميسين كثير بتاذوا. اسالوا الناس اللي ياخذوهم بيحكوا لك يا الله معدتي قديش بحس بالغثيان، بحس بنوزيا، بصير بحس بدي استفرغ، بحس في تلبكات في معويه مش طبيعيه لما باخذ الكلاريثروميسين. على فكره من اكثر الادويه اللي بتسوي تلبكات معويه هم الماكرولايت، بالذات يعني فيهم الاريثروميسين ثم الكلاريثروميسين ثم الازيثروميسين. يعني من حيث اللي بيسوي تلبكات معويه نوزيا والبوميتينج، اول واحد الاريثروميسين، بعدين الكلاريثروميسين، بعدين الازيثروميسين. ليش يعني؟ طب هل بسبب الاريتنت افكت؟ نعم ممكن الاريتنت افكت، بس في سبب. هدول الماكرولايتس جنرالي بالذات اقوى واحد فيهم الاريثروميسين بيشتغل على ريسبتور، في ريسبتور، في عندي ريسبتور موجود في الجي اي تراكت. في عندي ريسبتور، هذا الريسبتور خلينا نحكي بيشتغل على ريسبتور، هذا الريسبتور مجازا موجود في الجي اي تراكت اسمه موتولين ريسبتور، اسمه موتولين، هاي موتولين، اسمه موتولين حتى نسهلها، موتولين اوكي، موتولين اوكي، موجود عندكم هذا موتولين ريسبتور. هذول الادويه بيشتغلوا الاريثروميسين والكلاريثروميسين بيروح بيرتبطوا على الموتيلين ريسبتور، فمن اسم موتيلين يعني بيزود الموتيليتي. لما بيرتبطوا عليه هدول الادويه عباره عن اجونست للموتيلين ريسبتور، لما بيرتبطوا على الموتيلين ريسبتور بيزود الموتيليتي تبعت الجي اي تراكت. لما تزيد الموتيليتي اصلا شو معنى مغص؟ شو معنى غثيان؟ هي انه الامعاء والهذا عم تتحرك، المعده عم تتحرك فبصير الواحد عنده غثيان وتقيؤ، الأمعاء عم تتحرك وبصير الواحد عنده المغص. فهاي الأدوية فيها شغلة إنهم إنه بيرتبطوا على الموتيلين فبزود الموتيليتي، عشان هيك المضاعفات تبعتهم على الجي آي تراكت أكثر من غيرهم هاي الأدوية، يعني حتى أكثر من البنسلينز والسيفالوسبورينز. يعني تعرفين إنه في استخدامات تانية بالذات الإريثروميسين لأنه أكثر واحد فيهم أقوى الموست إفكتيف على الموتيلين. الناس اللي في عندهم كسل معوي، شو في عندهم كسل معوي؟ شو معنى كسل معوي؟ كسل معوي يعني انه الجي اي تراك تبعتهم ما عم تتحرك، فممكن تستغرب انه الطبيب يكون واصف له اريثروميسين او كلاريثروميسين، بس الاكثر اريثروميسين. ليش؟ شو بسوي الاريثروميسين؟ برتبط على الموتيلين ريسبتور فبحرك الامعاء. ففي استخدامات ثانيه ممكن تشوفوها، انا ما شفتها شخصيا لكنها موجوده في الكتاب، يعني ما شفتها بحياتي العمليه.
إنه الإريثروميسين والكلاريثروميسين، لكن بالذات الإريثروميسين ممكن يستخدم في علاج الكسل المعوي لأنه بيشتغل على الموتيلين as agonist، فبيحفز الموتيليتي of the GI tract. في نقطتين ضلوا قبل ما أروح للميكانيزم of action اللي هي للبريجنانسي. جتنا أم حامل بريجنانت، هلأ لما تجينا pregnant woman وطلع من susceptibility وقائمة susceptibility drugs يلي بيشتغلوا ضد الميكرو أورجانيزم، طلع عندي الكلاريثروميسين وطلع عندي الأزيثروميسين، لمين أعطي الأم الحامل؟ الكلاريثروميسين والأزيثروميسين ولا الإريثروميسين؟ بفتح الليفلت الدواء الليفلت تبع الإريثروميسين بحكي لي pregnancy category B، بفتح الليفلت تبعت الكلاريثروميسين بحكي لي بريجنانسي كاتيجوري سي، بفتح الليفلت تبعت الازيثروميسين بحكي لي بريجنانسي كاتيجوري بي. شو رايكم مين اعطي هل اعطي للام الحامل كلاريثروميسين ولا الازيثروميسين مثلا؟ شو رايكم؟ ازيثروميسين. نعم. ليش؟ لانه بي، شو معنى بي؟ معناته امن، أأمل للأم الحامل، فهي شغلة مهمة. هلا يعني بدي أوصلكم إياه إنه الكلاريثروميسين يجب أن نتجنبه للأم الحامل لأنه بريجنانسي كاتيجوري سي. شو معنى بريجنانسي كاتيجوري سي؟ معناته إنه أثبتت الدراسات إنه هذا الدواء تيراتوجينيك على الأنيمال فيتس، إنه بيسوي تشوهات جنينية على أجنة الحيوانات. تمام؟ شوفي كمان نحكي عن إشي اسمه البوليفارماسي. قبل الأخير بوليفارماسي، شو معنى بوليفارماسي؟ بوليفارماسي شو معنى بوليفارماسي؟ حد فيكم عنده جواب؟ المرضى بياخدوا أكتر من نوع دواء، صح؟ بوليفارماسي، بوليفارماسي تعريفه إنه المريض بياخد دوايين وأكتر، هذا التعريف العام. في تعريف يعني بعض الكتب بتحكي البوليفارماسي إنه المريض بياخد 5 أدوية وأكتر، لا بس خليني إحنا عن التعريف الرأي التعريف العام إنه المريض بياخد دوايين وأكثر، فهذا هو البوليفارماسي. هلا البوليفارماسي، أوكي، البوليفارماسي معناته كالتالي إنه كل ما زودت أنا الأدوية، كل ما زودت أنا الأدوية احتمال يصير في عند المريض drug drug interaction، فأنا بخاف من البوليفارماسي. ليش بخاف من البوليفارماسي؟ بخاف من احتمالية الدراج دراج انتراكشن. فهي قاعدة، كل ما زادت الأدوية بياخد المريض احتمالية الدراج دراج انتراكشن عم بتزيد. طيب فهلأ الإريثروميسين والكلاريثروميسين بيصير لهم ميتابوليزم، أيوة بيصير لهم ميتابوليزم من في الكبد من خلال السي واي بي. أوف سي واي بي، شو هدول السي واي بي؟ هدول السي واي بي CYB، هدول CYBs هدول درسناهم بأدوية واحد، they are phase 1 drug metabolizing enzymes، وهدول المسؤولين عن الميتابوليزم لمعظم الأدوية. معظم الأدوية بحكي لك يعني هدول مسؤولين الميتابوليزم عن 90% من الأدوية. مين هدول؟ السيتوكروم B450s. الأزيثروميسين بيصير له ميتابوليزم باستخدام another enzymes اللي هم non-cytochromes B450s، وبصير لهم الأزيثروميسين بميتابوليزم بإنزيمات. هدول الإنزيمات non-cytochrome B450s، هدول الإنزيمات اللي بيسووا ميتابوليزم للأزيثروميسين ما بيسووا ميتابوليزم لكتير أدوية. طيب so what، افرض إجانا مريض، هذا المريض عنده مشاكل في القلب، ما أخذ بيتا بلاكر بروبرانولول أو ما أخذ اللي هو خلينا نحكي الكاربيدولول. الكاربيدولول بيصير له ميتابوليزم من خلال السيتوكروم 3A4 والسيتوكروم 2C9، وكمان ماخذ سيمفاستاتين. سيمفاستاتين بيصير له ميتابوليزم من خلال السيتوكروم B450s، وإجا صار عنده بكتيريال انفكشن، أعطيناه كلاريثروميسين، شو راح يصير؟ كلاريثروميسين شو راح يصير عنده؟ الكلاريثروميسين كمان بيصير له ميتابوليزم من خلال السيتوكروم B450s، كل هدول الأدوية بيصير لهم ميتابوليزم من خلال السيتوكروم B450s. شو حصير بالسيتوكروم؟ حصير عندي كومبيتيشن،
حصير في عندي دراج دراج انتراكشن، هذا الدواء بيصير له ميتابوليزم من خلال الساتيكرومز، واوريدي هو ماخذ ادويه بيصير له ميتابوليزم من خلال الساتيكروم بي 450. الساتيكروم بي 450 بده يستحمل مين ولا على مين، فحصير في تنافس. هذا الكومبيتيشن راح يؤدي انه بعض الادويه يقل الميتابوليزم تبعها، واذا قل الميتابوليزم تبع لبعض الادويه معناته تركيزها راح يرتفع في الدم، راح يرتفع ممكن تركيز البيتا بلوكر، ممكن يرتفع تركيز الاستاتين. إذا ارتفع تركيز الاستاتين في الدم معناته احتمال يصير في عند المريض مايوباثي، يصير في عنده هيماتوتوكسيسيتي. إذا ارتفع تركيز البيتا 1 ريسبتور احتمال يقل عنده الضغط، احتمال يقل عنده السكري في الدم أكثر مثلا. الكلاريثروميسين والإريثروميسين اللي بدي أوصل له لأنه بيصير لهم ميتابوليزم من خلال السيتوكروم بي 450، فاحتمالية الدراج دراج انتراكشن مع أدوية تانية عالي. لكن الأزيثروميسين لأنه ما بيصير له ميتابوليزم من خلال السيتوكروم بي 450، فلو أنا أعطيته لمريض هذا الشخص اللي إجاني أعطيته الأزيثروميسين ما مش راح تصير عنده مشاكل، مش راح يصير عنده دراج دراج انتراكشن. ليش؟ الأزيثروميسين راح يصير له ميتابوليزم by another enzymes، هدول الإنزيمات ما رح يسووا ميتابوليزم ل السيمفاستاتين والبيتا بلوكرز، فاحتمالية الدراج دراج انتراكشن بالأزيثروميسين أقل. لهذا السبب الأزيثروميسين يفضل استخدامه للمرضى اللي عندهم بولي فارماسي. لما بيجي المريض في عنده بولي فارماسي ما أخذ أدوية كتير وبدي أعطيه ماكرولايد، أفضل إني أعطيه أزيثروميسين على إني أعطيه كلاريثروميسين، لأن الأزيثروميسين نسبة الدراج دراج انتراكشن في الأزيثروميسين أقل. نعم، ليش؟ لأنه ما بيصير له ميتابوليزم من خلال السيتوكروم بي 450. بدي أسأل سؤال استنتاجي وجابه، حتى لو جاوبته غلط ما في مشكلة. هل تعتقدوا إنه الماكرولايدز are good drug for treatments of urinary tract infection؟ في حدا هون بيشتغل، في حدا هون بيشتغل بالصيدليه او بداوم بالصيدليه او بتدرب؟ في حدا بيشتغل بداوم؟ ما في. طيب بما انه ما في، طيب هل تعتقدوا انه استخدام الماكرولايتس، ممكن نستخدم الماكرولايتس في علاج اليورينري تراكت؟ اللي أنا للأسف الشات صعب إني أقرأ لهاي الكل خاصة ما يكون أشوف نور زهران. لا ما بيعالج. طيب يا نور، حلو 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 حلو، ما شاء الله التدريب تبعك في الصيدلية ما شاء الله عليه، يعني كمانك تدربت شوي بس عندك معلومات حلوة. طيب ليش يا نور، حكي لنا ليش؟ يعني أنت ما شفتي وصفة فيها لمريض عنده urinary tract infection فيها azithromycin فيها clarithromycin، وأنا معاك 100%. طب ليش؟ على فكرة الدواء ممكن أحكي؟ تفضل. مين؟ أمال تفضل يا أمال. هسا الدكتور بما أنه راح يصير له ميتابوليزم تمام، فراح يوصل urinary tract وهو متغير أصلا. حلو حلو صح، حلو معناته ما راح نستخدمه. صح، فزي ما حكت أمال هلأ أي دواء بيعالج اليورينري تراكت إنفكشن لازم يوصل لليورينري تراكت in the active form. بما أنه الماكرولايدز بيصلهم ميتابوليزم معناته لما يوصلوا للكيدني بيكونوا يعني ما بيكونوا بالactive form، بيكونوا ميتابولايزد form. فبالتالي لما يوصلوا لليورينري تراكت ولما يشوفوا يلاقوا يلتقوا البكتيريا هناك، رح يلتقوا البكتيريا وهم في حالة متغيرة الميتابولايزد فور. So this is why الماكرولايتس لا يستخدموا في علاج اليورينري تراكت انفكشن. طب يا نور زهران، على اساس انت حكيت انه ما بنستخدمهم؟ دكتور على حسب نوع البكتيريا، حسيت انه ما بيستخدم يعني للبكتيريا اللي بتكون موجوده بالكدني وهيك. بيعطوا اشياء ثانيه. تمام. لا هلا الماكرولايتس تي هاف وايد سبيكتروم، يعني يعني مثلا نور بدي احكي لكم اياها كلياتهم. لو جبنا الايشيليشيا كولاي حطيناها بالطاوله قدامنا، وجبنا الازيثروميسين وحطيناها بالطاوله قدامنا هيك بالطاوله هم الاثنين، الازيثروميسين راح يقتل او راح يقضي على
رح يقضي وليس بقتل، ما بدي احكي لانه استاتيك، الماكرولايز ار استاتيك رح نحكي عنهم هلا، رح يقضوا على او رح يمنعوا الجروث اوف ذا اشيليشاكولاي. فكالتالي فيعني نظريا واحد بيحكي بعد التجربه هاي على الطاوله بيحكي ليش ما بنستخدم الازيثروميسين لمرضى، مرضى بيجيني مريض بدي ياخذ الحبه هاي بتمه، ليش ما نعطي الازيثروميسين ومرض عنده يورينري تراكت اذا كانت الازيثروميسين بيعالج او بيقضي على الاشيليشيا كولاي؟ بحكي له لا، هلا في الجسم مزي بالطاوله، بالطاوله في كونتاكت بين الاكتيف فورم تبعت الازيثروميسين وبين الاشيليشيا كولاي. بالجسم لا، بالجسم الازيثروميسين بيروح على الليفر وبصير له ميتابوليزم بتحول من شكل لشكل اخر، ساعتها بعدين لما بيروح على الكدني بيروح عند الاشيليشيا كولاي، راح يوصل للاشيليشيا كولاي ان ذا ان اكتيف فورم، معناته بالجسم بيختلف عن الطاوله. فهاي هي. في سؤال اسالكم اياه كمان، سؤال استنتاجي قبل ما احكي عن الميكانيزم اوف اكشن. الميكانيزم اوف اكشن سهل، بس في سؤال احكي لكم اياه. اجى لزميل لي كان طبيب دارس برا واجى هون علشان يزاول المهنه، فحكوا له لازم تمتحن، فجابوا له امتحان. فمن ضمن الامتحان من ضمن الاسئله اللي جت له في الامتحان، هل ممكن نستخدم الازيثروميسين في علاج السبتيسيميا؟ السبتيسيميا شو رايكم؟ هو اجاني حكى لي انه هو كتب ممكن نستخدم الازيثروميسين، لانه استخدم نفس منطق نور انه الازيثروميسين له وايد سبيكترم، فبالتالي ممكن نستخدمه في اي نوع من انواع الانفكشنز. هو هيك استخدم، هيك المنطق تبعه. بس انا بدي اسالكم انتم شو رايكم، هل ممكن نستخدم الازيثروميسين في علاج السبتيسيميا اللي هو انفكشن موجود وين؟ في الدم. دم دكتور احكي؟ اتفضل يا امال. طبعا احكي. هسه الفوليوم ديستريبيوشن عالي، فتركيزه بالدم راح يكون قليل. صح، معناته تركيزه راح يكون بالاورجانز عالي وبالدم راح يكون قليل لدرجه انه بيكون اقل منخفضه. اكزاكتلي نعم رزان، فبيكون تركيزه اقل من الام اي سي في الدم، لانه تركيزه بيكون قليل في الدم. فالجواب هو شوفوا خذوها قاعده، الادويه الازيثروميسين وكمان الدوكسي سايكلين بدي احكي عنه في المحاضره الجاي، هدول الادويه الفوليوم اوف ديستريبيوشن تبعهم عالي، فموجودهم تركيزهم في الدم بيكون قليل. لهذا السبب استخدامهم نعطيهم بالسبتيسيميا مش خيار كويس، يعني لانه تركيزهم في الدم قليل، فما مع انهم هم وايد سبيكتروم، يعني اي بكتيريا موجوده في الدم يعني احتمال يكون اكتف ضدها، بس لانه تركيزه في الدم بيكون قليل لانه الفوليوم اوف ديستريبيوشن تبعته عالي. جواب صحيح امال، واشكركم يعني على الاستنتاج. دكتور تفضلي نور. ايه دكتور، طيب يعني الادويه الثانيه ما بيصير لها ميتابوليزم مثل الماكرولايت؟ لا، الميكرولايت بيصير لهم ميتابوليزم، بس الادويه الثانيه مين قصد البنسلين؟ لا، البنسلين والسيفالوسبوريز ما بيصير لهم ميتابوليزم، والكاربامينمز والمونوباكتامز ما بيصير لهم، ما بيصير لهم فيرست باست ميتابوليزم. لا ما بيصير لهم، عشان هيك لما بوصلوا. وليش ما بيصير لهم يا نور؟ لانهم ايونايزد، لانهم ايونايزد هايلي ووتر سوليبل، فما في داعي الجسم يغلب حاله ويسوي لهم ميتابوليزم. فلما بوصلوا لليورينري تراكت بوصلوا بالاكتف فورم زي ما هم بالاكتف فورم من غير ميتابوليزم، فعشان هيك بيقضوا على البكتيريا الموجوده باليورينري تراكت. فهمت عليك، سلم ايديك دكتور. ايديك. طيب هيك احنا خلصنا كل المعلومات، بس بدي خلال دقيقتين، انا عارف اني طولت عليكم، بس عشان هيك بدنا نخلص الماكرولايدز، ان نحكي عن الميكانيزم اوف اكشن. شو الماكرولايت؟ شو الميكانيزم اوف اكشن للماكرولايت؟ الماكرولايت بمنع البروتين سينثيسز. اوكي، بمنع البروتين سينثيسز، يعني بدخل. بس هلا بالبروتين سينثيسز حكينا احنا في عندنا تو سب يونتس، في عندنا ال50 وال30. في المحاضره السابقه حكينا ان الكلورامفينيكول، كلورامفينيكول شو بمنع؟ بيرتبط على ال50 سب يونت. عم بحكي عن الكلورامفينيكول، بيرتبط على ال50 سب يونتس وبمنع الإلونجيشن. شو معنى الإلونجيشن؟ إنه تطول السلسلة تبعت الأمينو أسيد، من خلال إنه بمنع انتقال السلسلة من الأمينو أسيد من محل إلى محل.
انا عم براجع كلورامفينيكول. كلورامفينيكول بمنع ال انزيم اسمه امينو اسيد ترانسفيرز انزيم، فبالتالي بمنع انه سلسله الامينو اسيد تنتقل من مكان الى مكان، عشان هيك بمنع الالونجيشن. مين هو الكلورامفينيكول؟ الماكرولايدز بمنعوا إشي اسمه translocation. أول إشي الماكرولايدز بيرتبطوا على الـ 50 أو بسووا inhibition للـ 50 subunits، وبمنعوا إشي اسمه translocation. translocation يعني تغيير الأماكن. شو translocation؟ إنه tRNA، هاي tRNA إنه بتنتقل من مكان إلى مكان، هاي بتنتقل. مين اللي بمنعها؟ الماكرولايدز. فالماكرولايدز بمنعوا translocation. إذا منع translocation معناته رح يضلوا هيك، رح تصير هيك مجمدة، الرايبوسوم مجمدة هيك طلعت. معناته إذا منع translocation رح تضل الرايبوسوم بهاي الحالة، معناته ما رح يجي new tRNA، وإذا ما أجي new tRNA معناته ما في عندي new elongation، فبالتالي معناته إنه الأمينو أسيدز ما رح تطول، فرح تضل زي ما هي صغيرة. فالماكرولايدز بمنع translocation، يعني tRNA بتضلها ملزقة بمكانها وما بتنتقل، وإذا ما صار في translocation معناته ما راح يصير في قراءة للماسنجر ار ان اي، ومش راح يصير في عندي للترانسكريبشن. It is simple like this، يعني ما في داعي أكثر من هيك نعرف. بما إنه هاي الميكانيزم اللي هي بروتين سينتيسيس موجودة في الجرام نيجاتيف وموجودة في الجرام بوزيتيف، معناته إنه الماكرولايدز عندهم سبيكترام. إذا دخلوا داخل الجرام بوزيتيف بكتيريا بيقضوا على الجرام بوزيتيف بكتيريا، يعني بيسووا بمنعوا البروتين سينتيسيس في الجرام بوزيتيف بكتيريا، وإذا دخلوا داخل الجرام نيجاتيف بكتيريا فراح يمنعوا السينتيسيس of the جرام نيجاتيف بكتيريا. فمعناته السبيكترام they have wide spectrum، بيشتغلوا ضد الجرام بوزيتيف ويشتغلوا ضد الجرام نيجاتيف. حلو. Are they bacteriostatic or cidal؟ شو رأيكم؟ هيك بكون خلصت المحاضرة، بس أنا هذا السؤال خلصت المحاضرة. شو رأيكم؟ الماكرولايدز are static or cidal؟ ولماذا؟ static يا رزان، لماذا؟ لأنه كلهم اللي بيشتغلوا على البروتينات بيكونوا static. صح، لماذا؟ لأنهم يعني ما بتنمو يعني بروتينات جديدة، فبتصير الخلية ضعيفة. صح رزان، لأنه الأدوية هاي بتمنع تصنيع بروتينات جديدة، فالخلية ما بصير في عندها بروتين جديد، بتضلها عايشة على البروتين القديم. زي هلأ الحجر لما بيحجرونا بيحكي لكم ما في تشتروا أشياء جديدة في الحجر هاي، مثلا زي هالإشاعة الطالعة بيحكوا كمان بعد كم من يوم بدهم يحجرونا 14 يوم. هلا خلال 14 يوم احنا ما في اكل جديد، ما في شيء، فراح بس راح نعيش ما راح نموت. ليش؟ لانه احنا بنقدر نعيش على الاكل القديم الموجود في البيت. فبس احنا بدون 14 يوم نكون مبهدلين، بنكون ضعفة. لو اجى عامل ثاني بيقضي علينا. نفس الشيء البكتيريا ما بتموت لما نمنع السينثيسيس اوف النيو بروتين، لانه البكتيريا بتعيش على الاورد بروتين. طب ليش البكتيريا ما بتنمو؟ ما بتنمو لانه النمو لما نحكي نمو معناته بتحتاج ان البكتيريا عشان تنمو معناته بتحتاج انها تصنع نيو بروتين. فبما انه ما في نيو بروتين معناته البكتيريا ما بتنمو، عشان هيك حكينا عنهم ستاتيك. طب البكتيريا الصغيره اللي ما بتنمو بتكون مضاعفه ضعيفه. ليش؟ لانه هيك يعني كيف احنا بنكون هيك بالحجر، بنكون هيك متوترين وخايفين. نفس الشيء البكتيريا ما عم تنمو، ما عم تصنع نيو بروتين، بتكون ضعيفه، تيجي مناعتنا احنا بتقضي عليها. عشان هيك عادة إنه إحنا بنعطي ما بنعطي لهدول الأدوية للمريض اللي مناعتهم صفر. ديروا بالكم مناعتهم صفر هاي ما بنعطيها. مين مناعتهم صفر؟ مناعتهم صفر المرضى الإيدز ومرضى السرطان ممكن توصل. بس شوفوا هلا بكوفيد 19 هدول مش معناته إن مناعتهم صفر، في مناعة حتى لو خفت بس بيضلوا في مناعة، يعني ما بدي يصير في لبس. يعني احنا بنحكي انه السلوى السايد اللي بنعطيها للاميونو كومبروماز يعني عن جد ما في مناعه. ثم راح تمر معكم مرضى سرطان ما فيهم مناعه. اما لما هلا حكيت لكم هلا الكوفيد 19 صح حكينا زيتروماسين بنعطيه از بروفيلاكسس مع انستاتيك اوكي، بس
يعني صحيح ان المناعه بتخف بس ما بس بتضل في مناعه قادره انها مع الدواء انها تقضي على البكتيريا ان شاء الله. هيك انا خلصت المحاضره، خلصت عن الماكرولايدز. في اي سؤال اللي حابب؟ اوكي هي بس ما بدها تسال. اللي حاصل اللي حابب يطلع عنده يطلع، واللي حابب يضل يسالني اهلا وسهلا. اتفضلي بسمه. دكتور بخصوص موضوع البروفيلاكسز بدي اسال هسه شو الفرق بين السيرجيكال والنان سيرجيكال؟ لانه بصراحه والله مش مهم. مش مهم بس هو السيرجيكال يعني انا عشان العمليات الجراحيه. اوكي مثلا انه هلا صبيحه امبارحه يعني اعطت لي مثال حلو على النان سيرجيكال بدي احكي لكم اياه. الله يعافيك يا رهف. هلا السيرجيكال مثلا قبل العمليه الجراحيه، هذا من السيرجيكال. النان سيرجيكال مش شرط عمليه جراحيه، مثلا حكت مثلا واحد انا ما بدي يصير معه مضاعفات في الله يعافيك مجد، ما بدي يصير معه مثل مضاعفات في التيوبركولوسيس. اوكي ما بدي يصير عنده مضاعفات في التيوبركولوسيس، فبصير بعطيه ادويه زياده. الله يعافيكم جميعا. فالسيرجيكال يعني بتكون قبل العمليه الجراحيه. النون سيرجيكال لا، بعطيه بروفيلاكسيس مش شرط قبل العمليه. زي هلا زي كوفيد 19 معطين ازيثرومايسين. ازيثرومايسين از بهالحال نون سيرجيكال بروفيلاكسيس. بس هي يعني الماده تبعتنا مش كثير مهمه. تمام. هو انا اهم شيء انكم بدي اياكم تعرفوا شو معنى بروفيلاكسيس. بروفيلاكسيس كوقايه، وقايه يعني المريض ما في عنده انفكشن لكن بدي اقيه فبعطيه الدواء. يعني في حال لو كان في سؤال عن السيرجيكال لازم انت تحكي لنا انه عملي صح؟ نعم صحيح. تمام. وده مش سيرجيكال بيكون بشكل عام. صحيح. تمام دكتور يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. بس شكرا دكتور. انا عندي سؤال لو سمحت. طيب سؤالك بعدين ناخذ سؤال شيرين. تفضلي رزان. دكتور هل الادويه اللي انها نار سبيكترم هي بتتعرض للريزيستنس بس بشكل قليل صح؟ نعم. وطبعا هو السبب انه طيب انت عارف السبب ولا عيده؟ الطرف العشوائي السبب صح؟ لا عشوائي عيدي. الصرف العشوائي للأدوية. لا رزان هلا الصرف ممكن بيلعب دور، بس ليش الأدوية اللي إلها نارو سبيكترام، هاي الأدوية اللي إلها نارو سبيكترام حتى لو صرفنا صرف لا عشوائي بس بتضل أقل احتمالية الريسيستنس أقل من الوايد سبيكترام. هلأ النارو سبيكترام رزان، النارو سبيكترام بيشتغل على ليميتد نمبر من المايكرو أورجانيزم. فالنارو سبيكترام الموجود عندي في الصيدلية مثلا موجود بجرعة 500 ميلي جرام، هاي 500 ميلي جرام إنها معمولة علشان تقضي على 99% من الليميتد نمبر أوف مايكرو أورجانيزم. البرود سبيكترام هاي مثلا انا عندي برود سبيكترام بعيار 500 ملغ، هاي العيار 500 ملغ بتقضي على بعض المايكرو اورجانيزم بنسبه 99% وبتقضي على بعض المايكرو اورجانيزم بنسبه 80% وبتقضي على بعض المايكرو اورجانيزم بنسبه 20%. يعني هاي الجرعه 500 يعني ما بترضي كل المايكرو اورجانيزم. المايكرو اورجانيزم تقضي عليها بشكل كامل ومايكرو اورجانيزم تقضي عليها بشكل جزئي. مين اللي بيخوف؟ بيخوف المايكرو أورجانيزم اللي ما انقضى عليهم بشكل كامل، انقضى عليهم بشكل جزئي. هدول معناته في جزء منهم عاش. الجزء اللي عاش هذا برمج، صار عنده ضغط، تبرمج انه في خطر عليه. هذا الجزء اللي عاش بصير يطور فيما بعد، هو اللي بيطور الريسيستنس. مش عارف اذا جاوبتك، اذا وصلت لك اياها معلومه. لا هو صح دكتور، بس انا قصدي يعني النرو مفروض انه يقتل بنسبه عاليه صح؟ فليش انه بتطور الريزيستنس مستقبلا؟ شوفي لما نحكي نرو تمام بيضلها نسبه رزان، كمان بيضلها نسبه. لما بحكي انا نرو يعني شوفي يعني مثلا الوايد سبيكترم مثلا بيقضي على 10، النرو بيقضي على 5 مثلا او بيقضي على 3. حتى هذول الثلاثه يمكن بيقضي على 1 و2 بنسبه 99%، يمكن الثالث هذا يعني بيضل أقل بنسبة 80%، ويمكن يطلع بيقتل بعض المايكرو أورجانيزم. أنا ما كنت يعني عامل حسابها في السابق. يعني هذا النارو يمكن بيطلع بقتل نوع رابع ما كنت عامل حسابه، بس بقتله بشكل قليل. بس هي خديها قاعدة، كل ما زادت السبيكترم معناته في عندي مايكرو أورجانيزمز أكتر
وهاي الميكرو أورجانيزمز أكثر ما راح يقضي عليها بنفس الكفاءة. يعني هي ضلها احتمالات. تمام دكتور شكرا. آه، الله يسلمك. تفضل هلا شيرين. شيرين بدها تسألني. دكتور لما كنت أتدرب لما كان يجي وصفات مثلا الأزيثروميسن أو أي دواء بيعالج الـ H. pylori infection كان يوصفوا معه الـ proton pump inhibitor. تمام. فإنه شو السبب إنه بيعطوه؟ تمام شيرين هلا كالتالي. ليش المريض بيشتكي من الألسر من الـ H. pylori؟ هلا شو كيف شو بشعر المريض اللي عنده H. pylori؟ بشعر بحموضة زايدة. هاي الحموضة الزايدة هي اللي بتسبب الألسر. يعني هلا خلينا نكون نفهم الألسر. الألسر أهم السبب له الإتش بالوري. الإتش بالوري بيسوي إنفلاميشن. إنفلاميشن بالجي آي تراكت بتزود من الإتش سي إل. الإتش سي إل حامض مية نار. هاي مية النار لما بتزداد كتير بتصير تسوي إيروجين، يعني بتصير تشيل الطبقة تبعت الجي آي تراكت بعدين بتسوي ألسر. فهلأ أنا عندي كالتالي، الخطر الأساسي هو الإتش، زيادة الإتش سي إل، وسبب زيادة الـ HCL هو الـ H بالوري. فأنا كيف بعالج؟ بدي أقلل الـ HCL. كيف بقلل الـ HCL؟ شو معنى HCL؟ يعني H معناته بروتون بلس CL. فبعطيه الأوميبرازول بروتون بام إنهيبيتورز أو اللانزوبرازول أو النيكسيوم هو الزينوبرازول هو الإنانتيومر تبعت الأوميبرازول. هدول بيقللوا من السكريشن أوف الـ HCL من خلال أنهم بمنعوا الريليز أو البومبينج أوف ذا بروتون داخل اللومين أوف ذا الستومك. طيب مين سبب زيادة الـ HCL؟ هو الإنفلاميشن أو الإنفكشن كوزد باي H. pylori. فبعطيه المضاد الحيوي اللي هو ضد الـ H. pylori. فهو يعني كيف أني بحاول أنه أنا بقضي على المرض من أكثر شيء، بقضي على سبب الألسر هو الـ H. pylori، بعطيه مضاد حيوي وبقلل من الـ HCL من خلال بعطيه بروتون بوم إنهيبيتور. تمام دكتور يعطيك العافية. الله يعافيك شيرين. بس ما كان بدها تسأل ولا هاي رفعت إيدها ديما؟ أنا طالع عندي إن بس ما بدها تسأل. طيب مين بدي يسأل كمان؟ طب إذا ما في أي أسئلة يعطيكم العافية، نشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي. الأسبوع الجاي بدي كمان شوي هيك أشد شوي، أنا عارف إنه مش عاجبكم الحكي، لكن للأسف أنا الدكتور أسامة يعني حكى لي إنه هو ما شاء الله صار يعني قاطع كويس في المادة، يعني تقريبا بدي يخلص 50% في المادة، فيفضل حكى لي إن الامتحان يكون لكل الأنتي بكتيريال دراجز. فأنا بدي أحاول قد ما أقدر لحد يوم الخميس الجاي، شو بخلص يوم الخميس الجاي، فممكن نعطي أحد ثلاثة خميس ومحاضرة هيك إضافية. يعطيكم العافية، أشوفكم على خير الأسبوع الجاي.